أكثر من 10 أيام على المظاهرات المتواصلة والاحتجاجات الشعبية ضد الجولاني، بدأت من مناطق سيطرته وتوسعت لتشمل مناطق أخرى في الشمال السوري. مطالب عدة للمتظاهرين، أبرزها إسقاط زعيم هيئة تحرير الشام الجولاني وجهازه الأمني، والإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الهيئة. أتينا اليوم من مدينة الباب ومن مدينة إعجاز ومن كافة المناطق المحررة إلى مدينة مارع لنشاركهم في المظاهرة المركزية نصرة ودعما لأهلنا وإخواننا الثوار في مدينة إدلب الخضراء ضد عصابات الجولاني، ونصرة لأهلنا في السويداء لنوصل إليهم رسالتنا وندعمهم. فملة الاستبداد واحدة، إن كان نظام الأسد الذي يقمع أهلنا في السويداء وعصابات الجولاني وجهازه الأمن العام الذي يغيب عن الثوار في سجونه. خرج الأحرار في الشمال السوري في مدينة مارع في مظاهرة عارمة دعما للحراك السلمي في مدينة إدلب ضد الطاغية الجولاني، ودعما لحراك أهلنا في سويداء لإسقاط نظام بشار الأسد المجرم. عاشت الثورة السورية واسقط العملاء. المظاهرات تركزت في مدن سرمدة وأطمة ومعرة مصرين وسلقين وحارم وكلي وبنش، إضافة إلى الأتارب ودارة عزة غربية حلب. كما تخطت المظاهرات مناطق سيطرة الهيئة لتشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي في مدن الباب وعزاز ومارع. الاحتجاجات الأخيرة تأتي كامتداد لمظاهرات انطلقت منذ سنوات ضد الهيئة لتخبو وتتأجج من جديد عقب تطورات متلاحقة عصفت بهيئة تحرير الشام خلال عدة أشهر، أبرزها ما بات يعرف بملف العملاء والجواسيس والتخابر مع جهات خارجية وحملة الاعتقالات التي نفذها جهاز أمن الهيئة وطالت كبار القيادات، وما نتج عنها من صراعات داخلية بين العسكريين والأمنيين والشرعيين. ليضاف إلى ذلك إفراج جهاز الأمن عن بعض القيادات التي اتهمهم سابقا بالعمالة، وتقديم الجولاني اعتذارات لهم ما زاد الشرخ أكثر في صفوف الهيئة. وأمام هذا الضغط الشعبي أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجرائم بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك بمناسبة شهر رمضان وفق شروط واستثناءات. ومع الذاكرة السورية المثقلة بالخزي من مراسيم العفو، أشار الكثير من المراقبين إلى أن عفو الهيئة هدفه فقط امتصاص الاحتجاج الشعبي دون أي إجراءات عملية تضمن تلبية مطالب المتظاهرين.